من أمثلة الوفاء ما روي أن الوليد بن عبد الملك عزل عبيدة بن عبد الرحمن عن الأردن وضربه وحلق رأسه وأقامه للناس، وقال للموكلين به: من أتاه متوجعا فأتوني به. فأتاه عدي بن الرقاع العاملي، وكان عبيدة إليه محسنا، فوقف عليه وقال: فما عزلوك مسبوقا، ولكن إلى الغايات سباقا جوادا، وكنت أخي وما ولدتك أمي وصولا باذلا لا مستزادا، فقد هيضت بنكبتك القدامى، كذاك الله يفعل ما أراد. فأخذه الحراس الموكلون به فأدخلوه إلى الوليد وأخبروه بما جرى، فتغيظ عليه الوليد وقال له: أتمدح رجلا قد فعلت به ما فعلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان إلي محسنا ولي مؤثرا وبي برا، ففي أي وقت كنت أكافئه بعد هذا اليوم. فقال له: صدقت وكرمت، وقد عفوت عنه لك وعنك، فخذه وانصرف.